السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا معاكم مروة سمان ودي قناتي من الصعيد. دلوقتي انا هعمل بطاطس ني في ني. حطيت معلقة سمنة بلدي وحطيت بصل وهقلب فيه لحد ما تدبل، وبعد كده هحط الفلفل والبطاطس والطماطم. هرجع لكم تاني. هنا يا حبايبي بعد ما البصلة دبلت هنعمل ايه؟ هننزل عليها بالفلفل. شايفين البصلة يعني يا دوبك خدت لون كده، هننزل عليها بالفلفل الاخضر يتشوح معانا. شايفين صوت الفشة؟ السمنة البلد ما اقول لكمش ريحتها فظيعة. تاخد لون كده وهنحط عليها البطاطس. واحد، وهنا يا جماعة بعد ما اتشوحت هنزل عليها بالبطاطس. شايفين الهب؟ هنزل عليها بالبطاطس. شايفين انا مقطعها ازاي؟ مقطعها بالقطعة بتاعت المخلة عشان يعني تدي شكل ومنظر كده عشان العيال ياكلوا الاكل. انا مش عارفة ليه الاطفال عدوهم الخضار، عدوهم الخضار واللحمة. عايزين شيبسي، كراتيه، عايزين حاجات فوفي كده. هقلبها واحط لها التوابل وريها. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. هنا بعد ما قلبتها بص الخضار شكله ازاي، حلو ازاي. لازم يا جماعة نوكل عيالنا خضار ونعمله بطريقة كده لذيذة عشان ياكلوه. هحط عليها توابل. وهنا بعد ما حطيت عليها التوابل هحط عليها الطماطم واسيبها بقى تتسبك براحتها. مفيش اسهل من كده، بطاطس ني في ني وعلى النار عشان خاطر الغاز. نقلبها بقى. شايفين التوابل شكلها حلوة ازاي؟ انا حطيت ملح وفلفل اسود وكبابة صيني. وبعد ما تاخد غلوة هحط لها توابل تاني. نغطيها بقى ونسيبها تغلي. وهنا بقى في حلة تانية حطيت معلقة سمن بلد ومعلقة زيت، وهعمل رز بالشعرية. الأول أنا بحمر الشعرية وشايفين شكلها، هي لسه هتتحمر السيكة تاني، وهحط عليها الرز. شايفين؟ هحمرها واوريكم تاني. وهنا هحط الرز وهقلبه. معلش يا جماعه انا بصور بايد وبعمل بايد. وبعد كده هحط له الشوربه. وهنا يا جماعه بعد ما قلبت فيه شويه لازم الرز يتقلب مع الشعريه شويه، يتشمع يشم النار عشان ايه ما يتعجنش. بعد كده هحط له الشوربة. بسم الله. بصوا يا جماعة انا مش عارفة امسك بايد واعمل بايد، فهحط الشوربة واوريهالكم. وهنا يا جماعة بعد ما حطيت الشوربة هحط لها ملح، هحط لها ملح وهقلبها. والرز بيتحط له شوربه مغليه او ميه مغليه. ليه؟ عشان ما يعجنش معانا، عشان لما يغلي ويتشرب الشوربه ما يعجنش. هغطيه واوريه لكم. شايفين بقى هنا؟ هنا ايه البطاطس ني في ني. شايفين بقى وهي بتغلي بتبقبق ازاي؟ شايفين منظر الخضار؟ في المرحلة دي بقى هنهد عليها النار وهحط لها مرقة مكعب ميجي. ورجعت لكم تاني حبايبي. بصوا بقى شكل البطاطس ني في ني شكلها ازاي، طابت وشكلها حلو والخضار معاها حلو جدا. وهنا الرز وهنا الفراخ، ايه رأيكم؟ وعيش بلد عشان نغمس. وهنا برضو فراخ تاني. وهنا رز ومخلل الخيار، فاكرين المخلل الخيار ورز
وبطاطس تاني ني في ني، وده عشانه، وتعالوا كلوا معانا. ايه رأيكم؟ سلام. بصوا كل الوصفات دياتي في اليوتيوب في القناة بتاعتنا الخاصة، ادخلوا واتفرجوا عليها وهتعجبكم قوي جدا 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 جدا. سلام. كانت معاكم مروة السمان من الصعيد.